حزمة من التدابير الاقتصادية الضخمة كشفت عنها الصين بهدف إنعاش ودعم اقتصادها المتعثر. تتمثل التدابير في تحفيز سوق العقارات وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي ودعم رأس مال البنوك، إضافة إلى تقليص أسعار الفائدة وتيسير التمويل العقاري مع تشجيع تمويل شراء الأسهم ودراسة مقترح لإطلاق صندوق للمحافظة على استقرار الأسهم. حزمة تحفيز الاقتصاد التي أطلقها البنك المركزي الصيني تعد أكبر تحرك من جانب المصرف لتحقيق هدف النمو السنوي لهذا العام البالغ نحو 5%، حيث أعلن محافظ بنك الشعب الصيني عن خفض حجم الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لديه، ليصل بذلك الاحتياطي الإلزامي إلى أدنى مستوى منذ 2020، كما تم الإعلان عن خفض سعر الفائدة الرئيسي. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ الإجراءين في الوقت نفسه منذ العقد الماضي. وعلى الرغم من أن حزمة التحفيز فاقت توقعات الاقتصاديين، إلا أن قدرتها على قلب الطاولة ومعالجة المشكلات والتحديات الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم غير أكيدة في ظل الضعف الكبير في الطلب الاستهلاكي الذي أدى إلى أطول فترة انكماش منذ عام 1999. المحللون الاقتصاديون رحبوا بحزمة التحفيز، إلا أنهم حذروا من أنها لا تمثل الحل الشامل الذي يحتاجه الكثيرون لتحفيز إنفاق المستهلكين في الصين مجدداً. وبينما يعد خفض أسعار الرهون العقارية عاملاً مساعداً لملاك المنازل، إلا أنه قد لا يكفي لإنعاش سوق العقارات المتعثرة. حكومة الرئيس شي جين بينغ تحاول تحفيز الاقتصاد دون اللجوء إلى حزم تحفيز ضخمة كما حدث في السنوات السابقة، لكن حتى الآن لم تنجح تلك الجهود في وقف التباطؤ الاقتصادي. ويتوقع اقتصاديون في بنك وول ستريت بما في ذلك جي بي مورغان أن الصين قد لا تتمكن من تحقيق هدف النمو لهذا العام.